فقرا الخبر البداية كالعادة أكيد بتكون من عند أخبار نادي الزمالك، وخلونا نروح لتصريحات مدربنا البرتغالي مستر فيريرا اللي كانت بعد مباراة امبارح. مستر فيريرا أشاد بتحقيق الفوز على إلكت التشادي بهدفين دون مقابل في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا، طبعا عن طريق شيكابالا وعن طريق زيزو في الشوط الثاني. قال مستر فيريرا أن الشوط الأول ما كانش جيد بالشكل الكافي، وبعدها بذلنا طبعا أقصى جهد وبدلوا كمان أماكن زيزو وشيكابالا في آخر 10 دقائق، ودخل زيزو في قلب الملعب ونقل شيكابالا إلى الجهة اليسرى. كمان كشف مستر فيريرا عن أنه بين الشوطين اتكلم ونقل للاعبين طبعا نصايح، وأكد لهم أن هو لازم يكونوا أكتر نشاط من كده، وأن هم يكونوا محددين في الأهداف اللي هم عايزينها وهدفهم من اللقاء. كمان أكد البروفيسور وقال أنه كان بإمكاننا الفوز ب3 أهداف إذا سجلنا ركلة الجزاء، لكن الفريق المنافس كان فريق قوي وخلق عندنا بعض المشاكل البدنية. كمان مستر فيريرا وضح انه كان عند إلكت اكتر من فرصة للتسجيل وظهروا بأداء تنافسي عالي. واختتم فيريرا تصريحاته وقال هنواجه فرقة إلكت مرة اخرى في القاهرة خلال الاسبوع المقبل، وهنحاول تقديم مباراة افضل. نروح نطمن على بعثتنا، وصلت في الساعات الأولى من النهاردة الصبح البعثة اللي جاية من الكاميرون، وده طبعا بعد الفوز على إلكت التشادي بهدفين مقابل لا شيء. وكانت البعثة اتحركت بعد الماتش عبر طيارة خاصة متوجهة طبعا هنا للقاهرة، وكان في وداعهم هناك السفيرة داليا غبريال طبعا حمد لله على السلامة فرقتنا ومبروك الفوز، وبنستنى تأكيد الفوز والصعود رسميا من القاهرة بإذن الله. الجهاز الفني للفريق بقيادة مستر فيريرا قرر منح اللاعبين راحة النهاردة من التدريبات يوم الاثنين بعد العودة صباح اليوم إلى القاهرة طبعا بعد الفوز على إلكت التشادي. فضل الجهاز الفني راحة اللاعبين النهاردة بسبب السفر، وعشان ما يحصلش إجهاد عند اللعيبة بسبب خوضهم طبعا مباراة امبارح، بعدها أكيد كان في رحلة سفر استغرقت ما يقرب من 5 ساعات ونص من الكاميرون إلى القاهرة، فعشان كده قرر مستر فيريرا أن هو يمنحهم راحة النهارده. امبارح بعد نهاية ماتش الزمالك على طول أعلن البرتغالي روي فيتوريا قائمة منتخب مصر لمباراتي ليبيريا والنايجر الوديتين خلال شهر سبتمبر. طبعا منتخب مصر هيلعب لقاء ودي قدام النايجر، بعد كده ليبيريا خلال يومين 23 و 27 سبتمبر على الترتيب في استاد الإسكندرية. شهدت القائمة من الزمالك تواجد كل من محمد صبحي حارس المرمى ومحمود حمدي الونش، كمان فتوح وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو. كمان القائمة بتشهد تواجد عمر جابر المنضم حديثا للفريق واللي اعلن انضمامه في وقت سابق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وطبعا فيما تم استبعاد لاعبنا الجديد نبيل عماد دانجا بسبب اصابته، طبعا يرجع بالف سلامه قريب باذن الله. نروح لمحترفينا، والنهارده هيصير لتونس الثنائي سيف الدين الجزيري وحمزه المتلوثي طبعا عشان ينضموا لمعسكر منتخب بلادهم المقام خلال شهر سبتمبر الحالي. طبعا زي ما اشرنا في نهارك ابيض من ايام انه بعد اختيار الثنائي لمعسكر منتخب بلادهم كان حصل تنسيق بين اداره الزمالك وبين المسؤولين في تونس بالسماح بمشاركه سيف والمتلوثي في لقاء الذهاب امام إلكت التشادي، وبعدها هيسافروا ينتظموا في المعسكر في معسكر منتخب تونس. طبعا هيواجه خلال معسكره الحالي منتخب جزر القمر يوم 22، بعد كده البرازيل يوم 27 على ملعب حديقة الأمراء في فرنسا طبعا الخاص بنادي باريس سان جيرمان.